نرى فيها عقبة، نحن نرى أن على الشعب الليبي أن يبادر ويلتف حول هذا الحراك، لأن هو المنقذ الذي يحفظ ماء الوجه، يحفظ سيادة الدولة، وكذلك مثل ما قلت لك في الأول لا غالب ولا مغلوب، جميع الليبيين متساويين، وبالتالي حتى اللي في المهجر وفي تونس وفي مصر يستطيعوا أن يعودوا، إلا إذا كان أي شخص عنده قضية في القضاء هذا كان يتابع، لكن لن نطارد أحد ولن نمنع أحد، بل الدستور الليبي فيه مادة تقول لا يجوز منع ليبي من بقاء في مكان معين أو فرض عليه الإقامة في مكان، يعني في حرية السكن والحركة مكفولة بالدستور. بالنسبة للكلام أخونا أنا أتفق معه، ولكن أنا طبعا عندي سابق خبرة وأعرف أن تأسيس جيش يحتاج إلى 10 سنوات بشيء تصل إلى مستوى جيش بالمعنى الكلمة، لأن يعني أي طيار بحيث أنه يتدرب يبي 2-3 سنين بشيء يتدرب على طائرات متقدمة يبي 2-3 سنين ويبي إعداد كوادر. طيب. فالقصة طويلة، لكن عندنا قوات ليبية جيدة ممكن تكون نواة بالإضافة إلى الثوار، ومن القوات الليبية فيه من شارك في الثورة، ونحن حينما نسقط الحواجز بين الجميع يعني معناها كل الليبيين متساويين، اللي هو مؤهل في الهندسة يكون مهندس، اللي مؤهل في العسكرية يكون عسكري. طبعا عملية الانقلاب وما يتعلق به، لأن الذين شاركوا في انقلاب 69 يعتبروا منقلبين على الدستور وعليهم يعني جرم قانوني، وبالتالي أتوقع وسوف نوصي للملك أن يصدر عفو عام لكي لا نقع في الورطة. طيب. لكن هذا لا يعني أن كلهم حيعودوا للجيش، يعني والثوار لا يعني أنهم يبعدوا من الجيش. حتصير عملية اختيار وتدريب وتخطيط علمية. طيب. لمصلحة ليبيا بالدرجة هذا الأولى. هذا ما يتعلق به Yeah.